بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ثم أيها الأحبة، إدراك مواسم الخير هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته على عبده، وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا طال عمر الإنسان كان سببا في إدراكه لمواسم الخيرات، لكن لا بد مع طول العمر أن يحسن العمل. وإحسان العمل يكون بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أدرك المسلم هذه المواسم، مواسم الخير، عليه أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا، وأن يسارع في الخيرات، وأن يبادر إليها. ولذلك جاءت الآيات القرآنية فيما يتعلق بالطاعات بالمسارعة والمسابقة والسعي. أما في أمور الدنيا فجاءت بالمشي ونحو ذلك. يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فدعا الله عز وجل بالمسارعة إلى هذه الجنة العظيمة، وذكر في المسارعة أعمالا صالحة تتعلق بفعل الخيرات وترك المنكرات. ويقول سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك أخبر الله جل وعلا أيضا عن المصطفين من عباده، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في المسابقة إلى الخيرات وإلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس. والاغتنام أيضا هو نوع من المسارعة، ونوع من المسارعة يعني المبادرة والاغتنام. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه خمس أمور عليك أن تغتنمها. الأربع الأمور الأولى التي هي الشباب والصحة والفراغ والغنى، مع ضدها لا يزال الإنسان يستطيع أن يعمل. يعني المريض يستطيع أن يعمل، الهرم يستطيع أن يعمل، الفقير يستطيع أن يعمل، المشهود يستطيع أن يعمل في الطاعات، لكن الإنسان إذا مات انقطع عمله. خامسة: حياتك قبل موتك، بادر إليها. فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أن في الجنة أبواب: باب لأهل الصيام يسمى باب الريان، وباب لأهل الصلاة، وباب لأهل الصدقة، وباب لأهل الجهاد. وكل من عمل من هذه الأعمال يدخل من الباب الذي عمل منه. لكن أبو بكر رضي الله عنه السباق قال: يا رسول الله، هل على أحد من أن يدخل يعني من هذه الأبواب كلها؟
قال نعم وأرجو أن تكون منهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم زار مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم متبعا للجنازة؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون، لكنه يتسابقون في الخير. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق في غزوة من الغزوات قال عمر رضي الله عنه اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت، إن سبقت أبا بكر سأسبقه اليوم. ماذا فعل عمر؟ جاء بنصف ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم النصف، يعني جاء بالنصف وترك النصف الآخر. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه إذا هو قد جاء بماله كله، فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عليه الصلاة فقال عمر رضي الله عنه والله لا أسابقه أبدا. إذن على الإنسان أن يجتهد في المسابقة في الخيرات. ومما يعينك على المسابقة إلى الخيرات معرفة الفضل والأجور المترتبة على هذه الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وقيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صيام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بأن الله عز وجل أوجبه بما أعده له من الثواب، واحتسابا للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه من المحفزات المسرعات المرغبات في المسارعة إلى الخيرات. ولا تكن من الطرف الثاني. الطرف الثاني هم أحد اثنين، إما مسارعين في الإثم والعدوان وإما متباطئين عن الطاعات. قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقال سبحانه ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وقال في الذين لا يبادرون إلى الأعمال الخيرة ومنها الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن الأمثلة على ذلك مثلا فيما يتعلق بالصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يتسابقون على الصف الأول حتى يستهموا عليه، يعني يتنافسون من يأخذ هذا المكان والمكان قد امتلأ في السهم الذي هو القرعة من يكون هو في الصف الأول. ومقابل هؤلاء يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله جل وعلا في النار. إذن على الإنسان أن يبادر بالمسابقة. أيضا مما يعينك في المسارعة أن ترتب وقتك وتعرف وضعك، وأن يكون حالك في رمضان غير حالك قبل رمضان. وترتيب الوقت ليس هناك ترتيب معين محدد، لكن كل إنسان يعرف حاله. الطالب له حال والمعلم له حال والأب له حال والابن له حال والمشغول له حال والمتفرغ له حال وهكذا. لكن القاعدة أن تكون في رمضان أفضل منك قبل رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أحوال في حياته عليه الصلاة والسلام. كان أجود الناس يعني في طول العام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فيكون أجود بالخير من الريح المرسل عليه الصلاة والسلام. ثم إذا دخلت العشر كان أقوى وأقوى عليه الصلاة والسلام، فيوقظ أهله يشد مؤزره ويوقظ أهله ويحيي ليله. إذن حال قبل رمضان أجود الناس، وفي رمضان أجود ما يكون، وفي العشر الأواخر له الحال الثالث عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن تكون هكذا حالك في رمضان، لك في قبل رمضان لك حال، وفي رمضان في هذا الموسم العظيم لك حال، وبعد رمضان لك حال أخرى. أيضا ينبغي أن تعتني في المسارعة بالخيرات. الخيرات القاصرة عليك من الصلاة والصيام والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن إلى غير ذلك، ثم الخيرات المتعدية كتفطير الصائمين، كالدعوة إلى الله جل وعلا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
إلى غير ذلك من هذه الأمور التي نفعها متعدد. فلا تقتصر فقط على المسارعة في الخيرات في قراءة القرآن والتسبيح والتهليل فيما يخصك أنت، هذا طيب، لكن أيضا هناك أبواب أخرى دعوة الناس إلى الخير والتعاون معهم فيما يحب الله جل وعلا ويرضى. أيضا عليك في المسارعة بالخيرات كما ذكرنا في يسارعون بالإثم والعدوان، أن من المسارعة بالخيرات الابتعاد عن المنكرات والحذر ممن يفسدون عليك المسارعة في الخيرات، فإنك تصوم على ما تصوم عن ما أباح الله من المفطرات، فلا تفطر على ما حرم الله جل وعلا من النظر الحرام أو السماع الحرام أو غير ذلك، فإن هؤلاء يفسدون على الإنسان عبادته، وهم كالأثقال يضعونها على ظهرك، فأنت في انطلاقتك في طاعتك وصيامك تكون مسرعا لأنك تكون خفيف في طاعتك، فإذا جاءت هذه الذنوب أصبحت كالثقل عليك، فأثرت في إسرائك في طاعة الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ على بلادنا وبلاد المسلمين أمنها وإيمانها. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.